ليلة القدر هي إحدى ليالي شهر رمضان المبارك، بل هي أفضل الليالي على الإطلاق نظرا للثواب والأجر العظيم لمن قام هذه الليلة وعبد الله فيها حق العبادة. فما هي الفضائل العظيمة لهذه الليلة؟ وماذا يحدث في ليلة القدر؟ هذا ما سنتعرف عليه خلال هذه الحلقة. مرحبا بكم، أنا اسمي محمد. المهم لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. ولنبدأ. ليلة القدر هي إحدى ليالي العشر الأواخر من رمضان، وقد قال الله تعالى: أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض العلامات التي نتعرف عليها من أجل الاستشعار بها واغتنامها بتلاوة القرآن والقيام والصلاة فيها والذكر والدعاء. فما هي هذه العلامات؟ العلامة الأولى: يشعر المؤمن في هذه الليلة بالهدوء والطمأنينة، وتختلف عن باقي الليالي بهذا الشعور الداخلي. العلامة الثانية: يجد المؤمن في نفسه طاقة كبيرة للعبادة في هذه الليلة عن غيرها من الليالي. العلامة الثالثة: الشمس تشرق بعد انتهاء هذه الليلة بدون شعاع، وذلك مصداقا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام. إن ليلة القدر بالفعل ليلة عظيمة ويجب على المسلم اغتنامها، وذلك لأخذ ونيل الثواب العظيم، وهذا الثواب متمثلا فيه ويكتب الله تعالى فيها أرزاق الناس وآجالهم في السنة التالية حتى رمضان المقبل. وأيضا هي ليلة مليئة بالغفران والعتق من النار، حيث يغفر الله تعالى فيها جميع الذنوب والآثام. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق ذلك: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من يقوم هذه الليلة يضمن من الله القدير العفو وغفران جميع ذنوبه بإذن الله تعالى. وأيضا يستجيب الله فيها الدعاء، وقد حثنا رسول الله الدعاء فيها لأنه مستجاب. قال رسول الله لأم المؤمنين عائشة: قولي فيها: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. أيضا تتنزل الملائكة في هذه الليلة، فهي ليلة مليئة بالبركة والرحمة والسلام، طمأنينة النفسية للمؤمنين. ليلة القدر عباداتها تساوي 1000 شهر أو 83 عاما، وكأن العبد يعبد الله طوال هذه المدة، فأجرها وتوابها جزيل وعظيم. هناك العديد من الفضائل التي تحدث خلال تلك الليلة المباركة، وهذه الفضائل كرمها الله تعالى في القرآن الكريم، وهو ما جعلها ليلة مباركة تتنزل عليهم الرحمات والبركات والعفو الإلهي. لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم من سورة القدر: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. والمقصود بالملائكة هم ملائكة السماء الذين ينزلون إلى الأرض خلال تلك الليلة التي لا يعلمها إلا الله وحده. قد أخفاها الله لكي يجتهد المسلمين طوال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك. أما الروح فهو جبريل عليه السلام، وهو أمين الوحي الذي ينزل إلى الأرض في تلك الليلة. أيضا ليلة سلام من أولها حتى طلوع الشمس، فهي ليلة فيها راحة وخير للمؤمنين، يشعرون بها بالإطمئنان والراحة القلبية، خاصة في الثلث الأخير من الليل الذي يستجيب فيه لعباده الصالحين المؤمنين لمن دعاه، كما يجد فيها المؤمن همة ونشاط لا يجدها في باقي الليالي، ويجد نفسه مندفعا للعبادة وذكر الله والدعاء وتلاوة القرآن، ويوفقه الله فيها كثيرا للطاعات. وهذا معنى السلام في بعض التفسيرات. ليلة القدر ومنزلتها: تعتبر ليلة القدر ليلة عظيمة، فقد فاز من اغتنمها وعبد الله وأقام فيها وقدم الطاعات من صدقة وصلاة ودعاء وتلاوة القرآن وغيرها. فاحرص أخي المسلم على اغتنامها، وشكرا لكم على المتابعة، دمتم في أمان الله.